دابا انا جاي فهمتي، ما بيا يوم عليا وانا نطيح فريق قادوس فهمتي. كنطلب من الجامعه يصوبوا داك الشيء ويتكلفوا بالناس، شحال من واحد ضاع تما في هذاك، شحال من واحد تهرس، شحال من واحد طاح، شحال من واحد غيب. ولكن هاد الجامعه هذا ما عرفتهاش اخويا اش كدير، كتشد الفلوس كتاخذ وما عرفتهاش. المهم تعوض لينا هاد الشيء، الجامعه ديال الحي مولاي رشيد تعوض هاد الشيء. عيطت لهم انا، لا عيطت لهم الريد كان داوي مع دارهم عادي، داوي معاهم في دارهم في التليفون. اتبع لي طاح في قادوس، ثم انا اللي مشيت عيطت على البومبيه بعدا، عيطت عليهم هما اللي جاو هزوه. الدري تيدوي معايا بشويه شويه، ما بقاش شي صافي قطع الحس، جاو هما اللي هزوه. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي، نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.